كيف شفت تصرف حزب الله جراء الحادثة امبارح، وخصوصا أنه سلم كل الموضوع للجيش لكرمال هو يحل الموضوع، على الرغم من أنه الحادثة كانت كبيرة، وأيضا ما جاء بعد الحادثة من كلام يمكن بوجه حزب الله تحديدا كان ممكن أنه يشعل فتنة والنفوس جاهزة لهذه الفتنة، بتشوف بكل شخص في بداخله استعداد للحرب الأهلية؟ للأسف يعني عم نوصل لهون. كيف شفت ردة فعل حزب الله؟ هلأ من الطبيعي يعمل هيك، يعني بالنهاية هيدا سلاح وقع بإيد الجيش، نتج عنه حادث أمني و إذا بدك ضحايا، بالتالي الجيش أكيد هو المسؤول الأول عن معالجة هالموضوع، ومن ثم القضاء اللبناني. ما في يطلع بالأحداث الداخلية حزب الله عن القضاء اللبناني. نعم. معتقد كان فيها نوع من المنطق والحكمة أنه نعم. سلم القضاء للجيش. هلأ يعني كان في وقاية قبل، يعني بمعنى هلأ مانا جديد أنه حزب الله معه سلاح وعم بيقطع سلاح بقلب لبنان ونزل على جنوب وكذا، يعني ما بدنا نعم. نتفاجأ. مفاجأة كانت مقاومة. أي مقاومة نعم. ويبدو كله حتى يعني كلنا فهمين هيك وهيدا بنقاش نعم. واضحة القصة. هي المفاجأة كانت إذا بدك بتوقيت هالنقلة، يعني كمان بعد الظهر أنه بالعج أو كذا، تاني شيء بالمكان أنه يمكن بيسوى بمكان تاني، كان بدها حيطة أكثر منه. هلأ ما بعرف يعني الأسباب والتكتيك العسكري، بس بالحقيقة كان الفعل قاسي وردة الفعل قاسي، والنتائج لحد هلا الله يستر ما تتأزم. بس اللي بتمنى واللي بنطلبه يعني رحمة بهالمقاس اللي عم بعيشها كل الشعب اللبناني، ومخصوصة من الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مو ناقصنا الوضع الأمني لأنه بعده فيها المؤسسة العسكرية اللي كامشي البلد واللي هيدا لازم نلتف حولها، وبتمنى ما حدا يهاجمها على قد إذا كان وإن في أخطاء بمحل معين نوقف حدا وندعمها، لأنه هي حماية للكل وهي صمام أمان للكل. وبصراحة لازم بقى يعني سلوك الأحزاب اللبنانية سواء المقاومة أو غيرها يتناقش بقى على الطاولة، ونقعد حول طاولة مستديرة وكل واحد يشوف وين حدوده بالتعاطي داخليا وخارجيا. نعم، يعني على الرغم من انه الواحد بيتفهم صعوبة هذه الحادثة اللي امبارح صارت، ولكن فعليا للأسف امبارح شفنا كلام يتوجه الى الجيش اللي كان حاضر بساحة الكحالة، انه مثل كأنه الجيش يحمي حزب الله. هل فعليا هناك هذه الفكرة السائدة في لبنان انه صار الجيش عم يحمي حزب الله؟ انه الجيش كتير مبسوط في جيش تاني ببلاده، بدل ما يكون هو الامر والناهي والاول بهالوطن الصغير انه يكون في دويلي او جيش تاني عنده، اكيد مش قابله. بس انما عم يتعطى الجيش بنوع من الحكمة انه هيدي مقاومة لحد هلأ اخي خاضع لنقاش سياسي ولتوقيت ولاستراتيجية دفاعية ولمعادلات اقليمية كمان، يعني ما بدنا نكذب على بعض ونحكي شيء وكأنه هلأ اكتشفنا الموضوع. الجيش عم يخدها بالتي هي أحسن بأقل خسائر ممكنة.